بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، شكرا للزميل مطلق العنزي، كما أشكر كذلك زملائي الكرام الذين سبقوني بالتعليق. أيها الإخوة الأفاضل، شوطنا الخامس المخصص لفئة الحيل، وهذه المسافة مسافة 6 كيلومتر لهذه الأشواط المفتوحة. نتمنى التوفيق للجميع، لجميع المشاركين، كما نهني هجن الشحانية حقيقة بهذا الناموس، ونهني جميع مضمرينها بهذا الأداء المميز. نتابع وإياكم المقدمة والصدارة، القيادة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. الواعية تحتل المركز الأول، الواعية تعود ملكيتها لهجن الشحانية، تضميرها مع محمد بن خالد العطية هي من تتواصل الواعية على المركز الأول. نتابع المركز الثاني، القدوم على المركز الثاني من مديار لهجن الشحانية، تضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الثالث فالقدوم والوصول على المركز الثالث من قند لهجن الشحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابعها في التضمير. هذه قند اسم جميل وفنان للقاية، غند من تأتي وتحتل المركز الرابع، ذكرناها وملكيتها بلا شك لهجن الشحانية، تضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نتابع المركز الرابع، الوصول من راهية من تحتل المركز الرابع لهجن الشحانية، سالم بن جابر بن فاران المري يتابعها في التضمير. هذا هو ندانا للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود وإياكم إلى القيادة وإلى ريادة هذا الشوط. المقدمة مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع الواعية، الواعية من تحتل المركز الأول، الواعية من تنفرد مع المقدمة والصدارة والقيادة. يا السلام، شوفوا المنظر الجميل، هذه المراكز الخمسة الأولى المتقدمة، يا السلام، منظرها رائع للغاية مشاهدينا الكرام. تحمل هذا الشعار الأدعم الجميل المميز الذي دائما ما تحمله إلا نادرة وسبوق. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الرياضة الواعية لهجن الشحانية، المضمر هو المشاقب محمد بن خالد العطية، هو المتابع للواعية من تنطلق في أول المراكز. نتابع المركز الثاني، التواجد على المركز الثاني من قند، غند 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 من تأتي على المركز الثاني، يا سلام، الله على الاسم الجميل. غند أيها الإخوة تعود ملكيتها لهجن الشحانية، تضميرها مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. من يتواجد مع غند؟ غند غند مشاهدينا الأفاضل، اسمها جميل كما أسلفت وكما ذكرت، وأداها كذلك أجمل وشكلها مميز. يا سلام، نتابع المركز الثالث، القدوم والوصول من الشكلة من تصن وتحتل المركز الثالث لهجن الشحانية، تضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نتابع مباشرة المركز الرابع، وصلت مديار على مستوى المركز الرابع لهجن الشحانية، تضمير مديار مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. والمركز الخامس وصلت راهية، هذه راهية مشاهدين الكرام، يا السلام، راهية طيرت من المركز الخامس إلى المركز الرابع وفي طريقها إلى المقدمة، وفي طريقها إلى مقدمة هذا الشوط. نتمنى لها التوفيق، ونتمنى لكل المشاركات التوفيق بإذن الله تعالى. راهية تعود ملكيتها لهجن الشحانية، تضميرها وتوجيهاتها مع سالم بن جابر بن فاران المري. يا سلام، يا سلام على هذه الندر، المراكز الخمسة الأولى التي انحكرت مع هذه الانطلاقة. يا سلام، شوفوا المثلث الأمامي وشوفوا الدفاع هنا في الخلف. يا سلام، القيادة مع الواعية، الواعية واعية بهذا الأداء، الواعية من تحتل الصدارة من البداية وحتى هذه اللحظات. يا السلام يا الواعية بشعار هجن الشحانية ومضمرها المشاقب محمد بن خالد العطية، هو المضمر قائد القائد الواعية. يا السلام، زملائه الكرام يتواجدون معه أيضا نفس وفي صلب المنافسة، أول القادمين وأول القادمين
التقديمات هنا غند غند غند، دير بالك يا ابو خالد بن غند. غند هذه معجبني اسمها للغايه، غند ايها الاخوه من تاتي وتحتل المركز الثاني لهجن الشحانيه بقياده العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن الدخول من الجانب الايمن والتغيير من الشكله لهجن الشحانيه سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتابعها في التضمير. نتابع المركز الرابع، الوصول من راهية لهجن الشحانية تضميرها مع الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري، نقلتنا مباشرة إلى المركز الخامس. وصلت هنا مديار لهجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام أيها الإخوة الأفاضل في كل مكان. نعود إلى المثلث الجميل، مثلث للقاية مشاهدينا الأفاضل يلفت الأنظار. يا سلام يا سلام، الواعية مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، الواعية من تحتل المركز الأول والمقدمة هي من تقود هذه الجموع الواعية، تعود ملكيتها لهجن الشحانية تضميرها مع المشاغب محمد بن خالد العطية. يا سلام يا سلام، 1500 متر كيلو ونصف الكيلو على خط النهاية. القيادة لا زالت مع راهية من البداية وحتى هذه اللحظات، وهي من تسيطر، هي المسيطرة أيها الإخوة الأفاضل، هي قائدة لهذا الشوط من بدايته وحتى هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، مع شعار هجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. شوفوا اللي قادمة من الخلف، بعد أن نرى وأن نشاهد مشاهدين الكرام الشكلة من تحتل المركز الثاني. يا سلام، المركز الثاني من تتواصل الشكلة لهجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث غند تحركت غند. يا سلام يا غند مشاهدينا الأفاضل مع المركز الثاني، تتحرك على المركز الثاني مشاهدينا الافاضل. غند تعود ملكيتها لهجن الشحانيه تضميرها وتوجيهاتها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وعلى المركز الثالث تحركت راهيه لهجن الشحانيه مع الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري، ولكن بنروح مع الواعيه. سلامي على الواعيه، سلام تحياتي وتقديري مع الواعيه من البدايه مشاهدينا الكرام، وهي من تستلم القياده استلام ممتاز وقياده حكيمه. الله 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 الله، هي الواعية. يا سلام يا سلام، تحركت الواعية. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، هذه الواعية مشاهدين الكرام، هذه الواعية أيها الإخوة الأفاضل. يا سلام، هذه متخصصة مشاهدين الأفاضل من سن الجذاع، وهي من تتخصص في تحطيم التوقيت الزمني. نعم مشاهدين الكرام، الواعية عرفت بتحطيم التوقيتات الزمنية دائما من سن الجذاع حتى أن وصلت إلى هذه المرحلة. هذه الواعية ورقم المحاولة من غند. غند 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 غند، والواعية وغند، ولكن سنراجع التوقيت الزمني. المركز الثالث وصلت راية لهجن الشحانية، المركز الرابع تصل على المركز الرابع عهد لهجن الشحانية، المركز الخامس وصلت الشكلة لهجن الشحانية. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام أيها الإخوة الأفاضل في كل مكان. حقيقة راهية كما أسلفت وكما ذكرت، هي دائما متخصصة في تحطيم التوقيتات الزمنية من سن الجذاع حتى أن وصلت، أو الواعية، نعم هي المتخصصة في تحطيم التوقيتات الزمنية دائما في كل موسم. نتمنى لها التوفيق كما نتمنى لجميع المشاركات، ولكن أتت غند ولا ندري لمن الناموس. سنشاهد وإياكم التوقيت الزمني ولحظة الإعادة. سنشاهد هذه القيادة كانت مع الواعية وأتت غند من الجانب الأيمن. مشاهدينا الكرام أيها الإخوة الأفاضل، لا تتضح لنا الرؤية، ولكن نحيل هذا الأمر إلى لجنة التحكيم
واللجنة المنظمة لسباقات الهجن. على كل حال نهني هجن الشحانية على هذا الفوز وعلى هذا الامتياز، ونهني المضمرين. 9:30 99 جزءا من الثانية، هذا هو توقيت غند وتوقيت الواعية كلها على خط واحد. نتمنى لها التوفيق ونهني مضمرينها، نهني محمد بن خالد العطية ونهني سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث، وصلت راهية على المركز الثالث أيها الإخوة الأفاضل، قطعت المسافة في 9:38 92 جزءا من الثانية. التهنئة موصولة لهجن الشحانية، كما نوصلها لسالم بن جابر بن فاران المري.